لو احنا عندنا عربية ماشية بسرعة كبيرة جدا ووقفت فجأة ودي مجرد عربية، فما بالك بقى بالأرض؟ يلا بينا نعرف ايه اللي هيحصل. انا محمد أسامة معاكم في النواة. الأرض حجمها كبير، بتحتاج 24 ساعة لتعمل دورة واحدة حوالين نفسها، وسنة كاملة لتعمل دورة واحدة حوالين الشمس. ولو الأرض وقفت فجأة هيطير كل شيء باتجاه الشرق بسبب قوة الدفع اللي هتكتسبها الأشياء، وسرعتها عند خط الاستواء هتكون حوالي 1600 كيلو في الساعة، وعند القطبين 1200 كيلو في الساعة. الحقل المغناطيسي اللي موجود حول الأرض اللي بيحمينا من الرياح الشمسية والجزيئات المشحونة من الشمس هيزول، وكل حاجة موجودة على الأرض هتختفي. كل حاجة على الأرض بتتحرك بسبب دوران الأرض، والمية في المحيطات هيكون لها قوة دفع هتسبب أمواج مادة عالية، ممكن تكون عالية جدا لدرجة إنها تكون تسونامي تغطي الأرض كلها. لما الأرض تقف هتسبب رياح شديدة جدا بسرعة توصل ل 1700 كيلو في الساعة، ومش هيكون في غلاف جو بيحمينا نتيجة للسرعة الكبيرة جدا دي. الأرض مش كروية، هي مسطحة في القطبين ومنتفخة عند خط الاستواء، ولو الأرض وقفت هتتحول لجسم كروي تماما. القارات والمحيطات بالشكل اللي موجود دلوقتي نتيجة لقوة الطرد المركزي الناتجة عن دوران الأرض. لو الأرض وقفت هيحصل اضطراب وفوضى في شكل اليابس والمية، وهتتكون قارة جديدة على مدار خط الاستواء، ومحيطان، واحد في الشمال والتاني في الجنوب مكان القطبين. الأرض لما تقف الكوكب كله هيهتز، وده معناه حصول الزلازل، والزلازل هتسبب انفجارات بركانية، وهيكون في أعاصير قوية جدا نتيجة الرياح الشديدة اللي حصلت. فصول السنة الأربعة هيختفوا. لما الأرض تقف هتنقسم لنصين، النص المقابل للشمس هيكون حار على طول، والنص التاني هيكون بارد على طول زي القطب المتجمد بالظبط. والنجاة الوحيدة للبشر إنهم يعيشوا تحت الأرض ويخرجوا ببدل خاصة علشان تحميهم من الإشعاع. القمر هيقف عن الحركة بشكل تدريجي لو الأرض وقفت، ويقع على الأرض ويدمرها بالكامل. وتبع إحصائيات ناسا طول اليوم على الأرض بيزيد بمعدل 2.3 ملي ثانية، وبعد مليارات السنين إن شاء الله لو افترضنا إن الأرض هتكون لسه موجودة طول اليوم هيتضاعف كذا مرة نتيجة لسرعة دوران الأرض قبل ما تقف خالص. وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك علشان تفيد غيرك، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.